انت شفت احنا طلعنا شارع بقطر الجو القاع حاطين سبالت. شفت الشاطئ تمام، شفت يعني تدري برنامج. تدري انت، شوف اقول لك شغله عمار، خلينا نحكي واضحين وبكل صراحه. ها الوزير ولا غير الوزير، انتم كم نائب عندكم من البصره بالمجلس النواب؟ انا 25 نائب. شنو دورهم؟ ايش سووا لكم؟ والله كل دور مالهم مثل هلال العيد، بس هسه فتره الانتخابات يلا يبينون. هسه راح يجوكم. اي هسه راح يجون. تدري هذول النواب لو بالمجلس لو مسوين ضجه للبصره ومشتغلين للبصره صدق مو لجيوبهم، تمام؟ كان البصره هسه كلها شوارع سبالت مثل مال قطر. صحيح والله العظيم صحيح. يعني لو شوف احنا خلينا نكون صريحين، ولو مو اكو بوق بالبصره بالموانئ، ولو مو الاحزاب ناهبتكم بالاضافه المنافذ الحدوديه. المنافذ الحدوديه وين تروح فلوسها؟ زين كلها وشباب البصرة وأهل البصرة طلعوا مظاهرات وماتت شبابها وماتوا ناشطيها. أيوة الشرارة الأولى انطلقت من البصرة الساد قحطان، شرارة المظاهرات الأولى انطلقت من البصرة، صح لو لا؟ زين بالنتيجة البصراوي شو محصل؟ والله ما محصل شيء.